من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على نعم الثواب وحسنت متفقا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك
نعم الثواب. وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا ودخل جنته وظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك خلقك من تراب قال
سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله
هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال ويوم تسير الجبال ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة
وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا إنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم
لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. إلى سيدي صاحب هذا المقام الفاخر.